مقابلة في المستوى، استطعنا نسجل الهدف الأول في الشوط الأول، تحكمنا في أجراء المقابلة، لكن في الشوط الثاني كان واحد الخطأ ضد مجرى اللاعب اللي الحكم ما صفرش عليها واتاحت لهم فرصة باش يسجلوا. على العموم كانت مقابلة جيدة، درنا واحد لواحد، نتمنى حد موفق فريق رجاء البيضاوي ان شاء الله في باقي الدورات. الحمد لله على التعادل هذا، يعني ماشي خايب في طنجة، ادينا اللي علينا، بغينا ننتصروا باش نهديو الجمهور ديالنا ونلقاو غاديين في طريق صحيح. مي التعادل تو ما خايبش، وتنتمنى عوده في مقابله جايه ان شاء الله. كنبغي نشكر الدراري على التقاتيل ديالهم وعلى يعني على الروح اللي كيبينوا في التيران. ان شاء الله مازال تبعنا الخدمه، ونقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. ماشي حنا راه ديما ماشي غير اليوم، حنا راه ديما الحكم كيكون ضدنا. كنتمنى ان الحكام يراجعوا زعما الاوراق ديالهم وينصفونا شويه. الحمد لله، يعني التعادل يعني خارج الميدان يعني ماشي خايب، وتنتمنى نعوضها في المقابله الجايه ان شاء الله. بون، اول حاجه بغيت نقول لك كنسكر اللاعبين على لو روتور اللي درنا في الماتش، وبغيت نقول لهم باللي راه درنا ان غون ماتش الحمد لله، ولعبنا كونتر فريق كبير اللي هو الرجاء البيضاوي، اللي كاع اللاعبين ديالو راهم في ليكيب ناسيونال لوكال، دونك ما لعبناش مع فرقه سهله ولا شي حاجه، كنا باغيين نربحوا ولكن ما كتبش. رجعنا في المقابله في لا دوزيام ميتون، وحنا دابا فرحانين حيت رجعنا في المقابله، وهذا الشيء اللي كاين.